اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. ايمن وجيمي بيوروني من شويه تصريحات الكابتن عصام عبد الفتاح، فقلت لهم يا جماعه كابتن عصام انا قريت التصريحات بتاعته الاول قبل ما يقول التصريحات دي، وانا قلت ان هو هيقولها بجد والله، عشان كده بقول لك ده كان بعد تفتيس غير كده، ان هي لازم يعمل واحد اتنين تلاتة. هو كتاب الكابتن عصام عبد الفتاح بيقول كده، كتاب تصريحات الكابتن عصام عبد الفتاح فيما سبق يقول ايه؟ يقول ان هو لازم يطلع يقول هذا الكلام، لازم يطلع يقول ان له. على فكره انا لا اعترض ان هو يقول ان هي ركله جزاء بتاعت امام عاشور اللي هي زقه، اللي بيقولوا ان هو زقه فيها ياسر ابراهيم، احد مين؟ ياسر ابراهيم. خلاص يعني انا ما فكرتش فيها ساعتها وانا بتفرج، ما فكرتش ان هي ركله جزاء وانا بتفرج. في حكام مصريين دي كانت للاهلي ممكن ما يحسبهاش عادي لان هي بسيطه بالظبط كده، فاهم؟ فهي في الاخر حاجات بتشوفها بتخليك تروح في مليون اتجاه، وتصريحات بتخليك تروح في مليون اتجاه، ولكن هو كابتن عصام له وجهه نظر وهتحترم طبعا، اكيد تحترم، وعشان مش هنطول طبعا فيها. بس هي احلى حاجه في المباراه امبارح ان هي كانت بالحكم الاسباني، الطاقم كله احنا فعلا ما حسيناش بيه في الملعب، امور سهله جدا والدنيا عدت والامور كانت طيبه، مفيش مشاكل يعني. فواضح ان في ناس عايزه تختلق مشاكل عشان تكسب بونت لصالح ناس، بنتمنى ان هم يتعلموا ويبقوا افضل بس مش اكتر يعني. اذا كان الكابتن عصام بيقول لك يعني ما هو يا جماعه نجيب حكام اجانب ليه؟ او نجيب خبير تحكيم اجنبي ليه؟ صح، ما كلنا بنغلط. فماشي عموما ادينا بنسمع. القدره على التطوير فيها ازمه، فلما يكون عندك مشكله في اصلاح الاخطاء اللي موجوده فانا بضطر بحاول اعالجها بانه الاخطاء موجوده في كل حته، بدليل انه الخطا ده حصل اللي هو من وجهه نظره فقط يعني انه حصل في مباراه الامس، عشان اقول انه ايه الفرق؟ ما احنا لو جبنا حكم مصري كنت قطعتوه بسبب عشان يبرهن انه في النهايه حكم مصري زي حكم اجنبي، فما نجيبش حكام اجانب بالظبط كده. ده الاتجاه يعني. الفكره اللي كان الكابتن، وبما انك فاهم الكابتن عصام او غيره في هذا الامر، فانت هتطلع تقول ان هو هيقول نفس الكلام. هو انا كنت اعرف ان هو هيقول هذا الكلام؟ انا عشان كده اقول لك انت اكيد ما لحقتهاش في الانترو، قلت لهم يا جماعه هيتقال النهارده 1 2 3 وطلع هو سبحان الله قال هذا الكلام.